للحديث عن تأثيرات الفقر على العراقيين في اليوم العالمي للقضاء على الفقر والأسباب التي أدت إلى دفعت ب40% من السكان إلى الفقر رغم كل الموارد التي يمتلكها العراق، معنا من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. أهلا بك دكتور أيمن. يعني ثلث السكان في العراق يعيشون تحت خط الفقر، كيف تعلق على هذه النسبة؟ تفضل. حياكم الله كريم. هذه الحقيقة النسبة تشكل يعني ما وصل إليه العراق في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة البعيدة كل البعد عن الأولويات الوطنية، والتي لا تكترث حقيقة إلى هموم المواطن العراقي والأمور التي تمس الحياة بشكل مباشر، ولا سيما فيما يخص الأمن الغذائي ويعني قيمة الدينار العراقي، وبالإضافة إلى توفير مستلزمات العيش الكريم في ظل حكومات لا يمكن لها إلا أن تنشغل بصفقات سياسية ومصالح شخصية وحزبية وتقاسم. حقيقة هذا هو المشكلة الحقيقية في العراق، هو مسألة تقاسم الكعكة العراقية بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية. نعم دكتور أيمن، يعني باعتقادكم كيف تحول الفقر من أزمة اقتصادية إلى أزمة إنسانية وسياسية متفاقمة في العراق، وما مسؤولية الطبقة السياسية الحالية عنه؟ أخي الكريم، حقيقة سياسة إفقار المواطن العراقي تأتي ضمن مخطط أكبر يسعى إلى إذلال الشعب العراقي وكسر نفسيته وجعله في وضع ينشغل فيه عن القضية الرئيسية التي ينبغي أن ينشغل فيها، وهي مسألة احتلال البلاد ونهب ثرواته ومصادرة حتى القرار ومصادرة الإرادة. وهنالك يعني هذا الحقيقة الأمر سياسي، لأن الحكومات تعتاش على مسألة إفقار الشعب. باتت الطبقة السياسية اليوم هي الطبقة التي تمتلك الأموال، هي الطبقة التي يعني المستفيدة من ثروات العراق. يعني هنالك تقارير تقول أنه فقط 6% من العراقيين هم الذين يعيشون في مستلزمات ومتطلبات العيش المحددة من قبل الأمم المتحدة. من هؤلاء 6%؟ هم السياسيون وتوابعهم والأحزاب ويعني الناس القريبة منها، أما بقية الشعب فهم يعني الحقيقة مئات الآلاف بل ملايين العراقيين اليوم لا يجدون قوت يومهم، وأصبحت يعني حياتهم يعني في ظل هذه الحكومات صعبة جدا. ولا يمكن أن يعني حالهم لا يمكن أن يتصور. نعم دكتور أيمن، هل تعتقد أن ما يجري في العراق مقصود، أو بصيغة أخرى مثلا لماذا لا تقوم السلطات بمكافحة الفساد وهي تعلم تماما أنه أي الفساد يعني مسؤول عن وصول البلاد إلى هذا الوضع الكارثي الذي يعيشه العراق؟ أخي الكريم، المشكلة في العراق الرئيسية هي الإفلات من العقاب. الإفلات المطلق من العقاب لمرتكبي الانتهاكات وملفات الفساد المشاركين في العملية السياسية. لماذا؟ لأن هذه العملية السياسية مبنية على نظام المحاصصة، ونظام المحاصصة يقتضي تستر الأطراف يعني على بعضها، وبالتالي صار يعني بات لدينا حالة من التقاسم والمشاركة بالمكتسبات المالية. ويعني هنالك العديد والعديد من الملفات، لدينا أكثر من 30,000 ملف فساد في العراق لدى هيئة النزاهة فقط، لكن لا يتم فتح هذه الملفات. لماذا؟ لأن المتورطين بهذه الملفات هم قادة ومتنفذون
يعني معروفة هذه الأمور. نعم سيدي. لكن ألا تعني نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات الأخيرة دكتور أيمن، ألا تعني شيئا للطبقة السياسية التي أصرت على إجراء الانتخابات رغم علمها بالرفض الشعبي لها مسبقا؟ الحقيقة في يعني هذه رسالة قوية من الشعب العراقي نعم تجاه الطبقة الحاكمة في العراق، وهي تعلم علم اليقين وعين اليقين اليوم أنها في مأزق حقيقي، ويعني باعتقادي أنها يعني يكون منوالها جيد لمدة محددة كي يعني تسوي الأمور، وكي ينطلي الأمر على الشعب أن هنالك إصلاح وأن هنالك يعني تغيير وأن هنالك كذا. أما بالنتيجة هم لا يستطيعون الخروج من دائرة العملية السياسية ومن نعم. فلك الفساد الذي يعني حقيقة سقطوا فيه. نعم. إلى سؤالي الأخير دكتور أيمن وبعجالة لو تكرمت، يعني ماذا عن الدور الأممي في العراق؟ لا يفترض به أن يساعد على انتشال العراق مما هو فيه هذه الأيام؟ هو الدور الأممي يعني في كل الأحوال هو دور مجامل للحكومات في بغداد، نعم. وهو دور يعني يحاول أن يسوق ويسوغ لهذه الحكومات ما تفعل، وما يعني واضحة الأمور كثيرا، والإحاطات الدورية للبعثات الأمم المتحدة تبدأ بشكل يعني مختلف عما تنتهي إليه لوجود صفقات بينها وبين الطبقة الحاكمة، وهذا أمر معلوم. بالنتيجة لا يمكن التعويل حقيقة على يعني الأمم المتحدة في انتشال العراق مما هي فيه، فضلا عن أنها محكومة ب يعني توازن القوى العالمي، نعم وهنا الطرف هي يعني أمريكا، وهنالك صراعات سياسية دولية للاستحواذ على ثروات نعم الشعوب ومنها طبعا ثروة الشعب نعم العراقي. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين.